اليوم بتضافر كل الجهود بدأنا بأول مرحلة من مراحل الجسر الثالث، المرحلة التنفيذية أقصد، اللي سبقتها مراحل راح أتطرق عليها فيما بعد. اليوم أول عملية صب للكروس بيم اللي يربط الأعمدة في أول صف من الأعمدة، والتحضير جاري للمرحلة الثانية في البيم العرضي للسيت الثاني من الأعمدة والسيت الثالث والرابع من جهة الجانب الأيسر، واللي هي تتضمن كلها أعمال كونكريتية. سبق هذا العمل طبعا إعداد المخططات والتصاميم اللي أعدت من قبل المكتب الاستشاري لجامعة الموصل، وبتضافر كل الجهود ابتداء من وزارة الإعمار والإسكان متمثلة بالسيد وزير الإعمار والإسكان، والإخوان في محافظة نينوى متمثلة بالسيد المحافظ، وجميع المديريات التابعة للمحافظة، وبإشراف مباشر من مديرية الطرق وجسور نينوى. تمت المباشرة بهذه الأعمال جميعا بعد المصادقة على التصاميم، وهناك أعمال متداخلة مع هذه الأعمال اللي هي أعمال استيرادية تخص القوس الحديدي من جهة الجانب الأيمن، وهذه متداخلة مع هذا العمل اللي دا يجري بالجانب الأيسر. الجانب الأيسر هسه بلشنا بالجسور العرضية اللي تربط الأعمدة، ومن ثم راح يصير الأعمدة، فيصير تصبح الفضاءات متكاملة حتى نوضع بها الروافد اللي على أعلى سطح الجسر، ومن ثم تكتمل عملية التبليط وتكتمل عملية الإنشاء للجسر من جهة الجانب الأيسر. فإن شاء الله أهلنا بالموصل راح يلاحظون خلال هذا الشهر أعمال متسارعة في تنفيذ الجسر الثالث. باشرت شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بإعادة إعمار جسر الموصل الثالث الذي دمر على بالعمليات العسكرية الأخيرة، وتم تكليف هذه الشركة من قبل رئاسة الوزراء بالقيام بهذا العمل. مدة تنفيذ العمل 540 يوم، والشركة تعمل جاهدة لاختصار المدة لأهمية هذا الجسر الاستراتيجي الرابط بين الجهة اليسرى والجهة اليمنى، ويعتبر طريق شرياني لمدينة الموصل. تمام استاذ، هل لديكم معوقات اثناء العمل؟ بصراحة هذا من الجسور القليلة المنفذة بهذه الطريقة بطريقة الأقواس، وهذا نفذ بشركة صينية عام 1975، تم افتتاحه عام 1979. اتعرض إلى أضرار بالقوس السادس وأضرار بالجهة اليسرى 5 فضاءات، بالإضافة إلى أضرار غير منظورة من عمليات زحف وأمور أخرى غير ظاهرية. قامت الشركة باستثمار الوقت وقبل موعد الإحالة بإزالة الأنقاض والأقواس المدمرة، ورفعوا نقلة إلى خارج موقع العمل استثمارا للوقت. بالوقت الحاضر الشركة قامت بالأعمال الإنشائية اللي تخص جسم الجسر، وإن شاء الله الأعمال مستمرة على قدم وساق بدعم مباشر من قبل مدير عام الشركة والسيد الوزير وتوجيهات السيد المحافظ الجليلة، وتعاون مستمر إن شاء الله. إحنا مع دائرة المهندس المقيم ومع كوادر الشركة نعمل خلية واحدة من أجل إنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح وإعادته إلى ما كان عليه سابقا وبكفاءة عالية، وإن شاء الله بمدة أقل من الموعد المقرر.